افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية جامع عائشة بنت محمد المطروشي في مشروع جيوان الكائن في ديار المحرق، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة ديار المحرق إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية وساكني منطقة الجيوان بديار المحرق. وألقى رئيس مجلس الأوقاف السنية كلمة بارك فيها لأهالي ديار المحرق افتتاح جامع عائشة بنت محمد المطروشي، مؤكدا من خلالها أهمية الدور الذي تطلع به بيوت الله في تربية المجتمع ونشر الفضيلة والقيم بين أبنائه، مهنئا المحسن الكريم الذي تبرع ببناء هذا الجامع وشركة ديار المحرق على هذا الإنجاز وكل من ساهم في بناء هذا المسجد، مثمنا سعادته الدعم الكريم ورعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لبيوت الله، ومشيدا بالدور الكبير والدعم الدائم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما يليه من اهتمام كبير بالمساجد من توجيهات دائمة. شرفنا في هذا المساء المبارك افتتاح جامع عائشة بنت محمد المطروشي في ديار المحرق، وتأتي هذه يأتي هذا افتتاح هذا الجامع في ضمن سلسلة نسعى نحن في إدارة الأوقاف السنية بإذن الله تبارك وتعالى وتمهيدا لاستقبال شهر رمضان المبارك لافتتاح عدد من المساجد والجوامع في كافة محافظات مملكة البحرين. وأنا هنا أتوجه بالشكر والتقدير والثناء لقيادتنا الرشيدة ممثلة في حضرة سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشكر والتقدير والثناء موصول للأخوة المحسنين من أبناء هذا البلد المبارك. اليوم والحمد لله تشرفنا بوجود الشيخ راشد الدكتور لحضور افتتاح مسجد جامع الوالدة الله يرحمها عائشة بنت الشيخ محمد المطروشي. وهذا الجامع يتميز بكونه بالطريقة الإسلامية القديمة، وهو موجود في ديار المحرق وله اتساع لحوالي 600 شخص. يضم المسجد كذلك قاعة ومكان لصلاة النساء، وهو تقريبا يعتبر من المساجد الأولى التي بنيت في ديار المحرق.